خلينا كمان نروح لباقي الجولة سريعة كده في أخبارنا وعناوين الصحف العالمية، ونبدأ مع الصحف الإسبانية وصحيفة الماركا اللي ركزت الصحيفة على ريمونتادا أتلتيكو مدريد أمام إي بي آر والفوز بثلاثة أهداف لهدفين، وكتبت ريمونتادا أتلتيكو تبقي متصدرا. كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام فياريال وكتبت بيل ينقذ ريال مدريد. نروح لصحيفة سبورت اللي ركزت الصحيفة على ثنائي نيمار وإنسو فاتي وكتبت إنسو فاتي الآن ونيمار في 2020. في إشارة من الصحيفة لاحتمالية تأخر صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل. كمان اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت اليوم الأخير لرافينا وراكويتيتش في إشارة لإمكانية رحيلهما عن الفريق. كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام فياريال وكتبت بيل ينقذ ريال مدريد. وخلينا أقف شوية عن التصريحات وعن المانشيتات الخاصة بجارس بيل، اللاعب اللي يمكن في بداية الموسم معنويات كانت ممكن تكون ولا أسوأ، في تصريحات مدير فني بيعلن عدم رغبته في الفريق وأنه يبحث عن عروض، ولكن جارس بيل بكل معاني لغة الاحترافية بيقدر أنه هو يشتغل على نفسه زي ما احنا بنقول بلغة كرة القدم ويثبت نفسه، وكمان يبقى هو العامل المساعد في كل مباريات ريال مدريد حتى الآن، في كل مباراة بيثبت ذاته في إحراز الأهداف وأيضا مستوى جيد جدا اللي كله بيشير ليه حتى الصحف الإسبانية نفسها. لسه كمان في الصحف الإسبانية وموندو ديبورتيفو اللي اهتمت الصحيفة بالنجم الصاعد في برشلونة إنسو فاتي وكتبت نجم المستقبل. كمان تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام فياريال وكتبت بيل يحرز هدفين وطرد ينقذ ريال مدريد. تحدثت عن رومنتادا أتلتيكو مدريد أمام إي بي آر وكتبت رومنتادا تساوي الصدارة. كمان اهتمت بنيمار وراكيتيتش وكتبت نيمار يهيئ خروجه في صيف 2020. ويوفنتوس يتشبث بالتعاقد مع راكيتيتش، وده الحال إن شاء الله يكون في المرحلة القادمة قبل ساعات قليلة جدا من قفل مواعيد الانتقالات في الدوري الإسباني. نروح لصحيفة الإس اللي ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد مع فياريال وتألق الجناح الويلزي جاريس بيل اللي سجل هدفين وكتبت القنبلة جاريس بيل. زي ما انتم شايفين الكل وكل الصحف بتأكد على ان فعلا اصبح هو القنبلة جاريس بيل، بتنفجر في ريال مدريد عشان يثبت عن جدارة وجوده داخل النادي الملكي. كمان اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد المثير على بيار وكتبت أتلتيكو مدريد بيحقق رومنتادا تنقله للصدارة. ننتقل من الصحف الإسبانية للصحف الإنجليزية ونروح لصحيفة ميرور اللي اهتمت الصحيفة بتعادل أرسنال وتوتنهام في ديربي لندن بهدفين لكل منهما، ونشرت الصحيفة تصريحات هاري كين بشأن ادعاءه السقوط وكتبت هاري كين أنا لست غواصا. كما تحدثت عن الفوز المثير لإيفرتون على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين. لسه في انجلترا وصحيفه ذا صن اللي ركزت الصحيفه على تصريحات ماوريسيو بوكوتونيو مدرب توتنهام الذي صرح فترتي هي الأسوأ منذ 5 سنوات، كما حسم مصير الدنماركي كريستيان إريكسون. نروح من انجلترا لفرنسا وصحيفه لوكيب اللي ركزت الصحيفه على فوز مارسيليا على سانتي إتيتيان بهدفين لمهاجمه الارجنتيني داريو وكتبت سوبر داريو. ننتقل لإيطاليا وصحيفة كوري ديلو سبورت اللي ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان وتصدره لجدول الدوري الإيطالي مع يوفنتوس. كما تحدثت عن ديربي روما بين لاتسو وروما وكتبت ديربي كبير ينتهي بالتعادل. كما اهتمت أيضا الصحيفة الإيطالية بسوق الانتقالات للأندية الإيطالية وكتبت الفرصة الأخيرة لإيكاردي. النهاردة يمكن بنختتم كده الجولة الخاصة بصحف العالمية وتحديدا في توتو سبورت اللي اهتمت بمحاولة يوفنتوس لترميم دفاعه بعد إصابة مدافع كيليني وكتبت سباق من أجل بواتينجو في إشارة لرغبة التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ بواتينجو.